كرمزه بارك الله فيك. هذا اللي شوف كان جيت وش مره راح ممكن هنا كنت هنا في السبعينات تما كان كنت بيها حتى انت جيلاني استاذ اللي هي كان اول حنا كي تحنا علاش ما تمشوش حتى ما نكملوش اروع الجلس ايوا ايوا سيلي بو مدين والاخر قلو دبلوك الكبده في المستقبل دلم 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 يعرفوا الصرا في البلاد هذه ماهوش برك هذا الشيء صلاح انا ما نجيبش صلاح ما انا اخونا ضربة لا لا يزعفني اروح شوف الاستاذ اروح معنا معليش هاي استاذ سيسي خذي لا لا باش يحفظك طيب هالشيء انت طيب هذا اطيب منا تصور معنا لا يسوى لا يسوى يجي منا خلاص روح سيدي روحوا منا روحوا منا لا لا جمنا خط باش لا باش انا باش نخرج ايه باش ما يبانش لا لا هكذا ها لا بالعكس ايه حنا نبغي نروح نتاج نشوفوا هذا ولا ها خلي الاسم يبان خلي الاسم اسم اسم والله هذا خلي الاسم يبان والله هذا خلي الاسم يبان ايوه ايوه وي دور هذيك لا فوتو لهنا دور يا خيش هاتوا اتد علينا الشباب اربح هاتوا هذه ها منا اول فرق تم هارد عمي حط هذا حط تم هنا حط حط هنا حط تم حط هنا تحت الاسم تحت الاسم الله يرحمه ويسلمه واحد يقرا لنا الفاتحة صالح بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وبعد اليوم هاد الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في تحيا الجزائر وكلمة كلمتهم كانت ثلاثة الله أكبر قاو على خير الخوا تحيا الجزائر ليس حاجة ما طلبوش المال ولا البارتمات ولا كانوا يطلبوا برك الجزائر تحيا اللهم ربي اغفر لهم وارحمهم امين وكريم نزولهم امين ووسع مدخلهم كانوا محسنين فزيد في احسانهم امين وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم ولا تحرمنا من اجرهم ولا تفتننا بعدهم واغسلهم بالماء والبرد والثلج ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارض ارحم جميع الشهداء بلا خلاف لانهم الشهداء اللي كانوا في الزنزانات ما كانوش يخموا ولا يقولوا احنا اليوم غدوه ان شاء الله انتم كذا وحنا كذا لا كانت عقيدة واحدة الشهداء تامة بكلمة واحدة ما كانش يخمم شكون الرئيس ديالو ولا ما هوش المرؤوس الرئيس والمرؤوس ما كانش تما في الشهداء ما كانش تما في الزنزانات نتاع اللي محكوم عليهم بالإعدام لأنهم كانوا يخموا
وما كونوش يطلبوا يا خاوتي تهلاو في ولادنا ولا في الزوجات ديالنا ولا في اهلنا ولا في رزقنا، لا، كانوا يقولوا على الخرجه كيشدوهم قمايج ديال المحكوم عليهم بالاعدام ما فيهمش الرقبه، وكانت لا كروا في الظهر، وكانوا يخرجوهم من السنون يجبدوهم ويديهم يسدوا لهم، يغلقوا لهم يربطوا لهم يديهم ويسدوا لهم فمهم باش ما يزقيوش. لكن كان الامر مختلف، كان الحبس يرعد. نهضر على سركاجي، الناس كل تزقي تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر، وتزغريت من برا القصبه كلها تزغرت، النساء يزغرتوا، واللي كانوا النساء في السجن تاع سركاجي يزغرتوا. لكن توصل الحال حتى نولات اليوم الجزائر اختلفت في امور شتى. كاين بعض الشهداء رحنا المقبره نتاع شراربه، لماذا ديتوا بعض وخليتوا بعض؟ تديهم كامل. كاين جبانه مخدومه في شراربه خاصه بالشهداء، وهذا لربما كاين بعض عائلات يقولوا خليوه ما تلبسوهش، خليوه في بلاصتو. لكن هاو علي لاخو انت هنايا، هاو باداش حميدي راهو هنا، اسمه محمد بورنان راهو هنا، كي دخلوا علينا السيلون كنت انا بورنان وشفيق حلوا الباب، قالوا مزي بورنان سلام ناد بورنان في يدي هكذا يا خوتي، قعدوا ليا ما تخرجوش ليا. لا اله الا الله. 22 سنه في عمره. الله اكبر. وانا المسؤول عليه في لص شفتو يانس، انا المسؤول ديالو. شفيق هو خرج الاول، بورنان الثاني، انا وصلت الباب خبطوا الباب في وجهي. العالي كي وصل المقصله شفيق واش قال له؟ بروكيور لا ريبيبليك واش قال له؟ مسيو ميزي أفيغو كيك شوز أدير بور فوت دنييير سكوند، عرفوا واش قال لهم؟ قالوا أنا جو سي، أنا عارف كيفاش راح نموت، شوف أنت كيفاش راح تموت. الله أكبر. كيفاش؟ ما كناش نطلبوا فهمتني السيادة ولا نطلبوا فهمتني يعني الإشهار وكذا منا، عفسوا. الحركة الوطنية هي الحركة الوطنية، ما تبدل ما تغير. غيروها الناس اللي ما كانت عندهم يعني عندهم طموح طمع. وعندهم الناس اللي كانوا يديروا في الحسابات، احنا ما كناش نديروا في الحسابات كمناضلين نتاع حزب الشعب الجزائري، كمناضلين تحت الرايه نتاع مصالي الحاج، الله يرحمك يا مصالي الحاج. قال عمره ما قال غير الى التراب هذا نتاع الجزائر راهو كورت الجزائريين، ماهوش للبيع، ماهوش للبيع. هذه صرات في الدو 1936 في السطاد مينيسيبال دالجي، وين كانوا بعض بلا ما نسميو الاسامي كانوا يطلبوا الاندماج وطلبوا استقلال الجزائر رابطه مع فرنسا. لكن احنا لا، اليوم ما عندناش خلاف، انا عندي احبابي وصحابي من كل جهه، لكن عمرنا ما شتمناهم، بالعكس كاين بعض منهم اللي كانوا عندهم اغراض سياسيه شتموا المناضلين وقتلوا المناضلين تاع الحركة الوطنية، رغم كانوا يجاهدوا في سبيل الله وكانوا يجاهدوا ضد الاستعمار الفرنساوي، وهذا الشيء هذا كامل محسوب اليوم وغدوة يوم القيامة، خاطر كل واحد اللي دار حاجة يخلصها ما فيها حتى هضرة. الله يرحم الشهداء برمتهم كلهم، الله يرحمهم ويوسعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله يرحمه.